السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 6 نيسان إبريل القمر اليوم استقر في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 11 و 24 دقيقة من ظهر يوم الغد الأحد لا ينتقل بعديها القمر لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 252 دقيقة من عصر اليوم ليستقر القمر بعدها في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته اليوم بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن إيه نشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين، واللي بيعانوا من مشاكل في الحب أو مع الحبيب، بيديروا ظهورهم وبيذرفوا الدموع. بالإضافة إلى ذلك، بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل. في هذا الوقت ممكن بعض الأشخاص يبدأوا علاقة حب جديدة ويمكننا التأمل والصلاة بهاي الفترة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني. بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ. هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وسبع دقائق من صباح اليوم بتوقيت غرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وعشر دقائق صباحا بتوقيت غرينتش من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة خمسة واثناشر دقيقة بعد العصر بتوقيت غرينتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي القيام بأعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضو عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت غرينتش بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث انها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبرضو بتجلب لنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية بتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاج الفني والموسيقي والإنتاج الفني اللي ممكن يحقق نجاحات في هاي الفترة هي اللي بتيجي بأساليب جديدة مخالفة للأساليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة أو بيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبيغيروا إيقاعاتهم وطريقة إلقائهم وهذا الشيء بيحبب الجماهير أكثر. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة تسعة وعشر دقائق مساء بتوقيت غرينتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل كل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نجري أي عمليات جراحية كبرى لهذه الأعضاء ولكن كمراجعة طبية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب ما في أي مشاكل عندنا القدمان أصابع القدم الغدة النخامية الغدة الصنوبرية وأيضا عندنا مشاكل في الأندروفين وهو الهرمون المسكن للآلام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدول الهرمونين طبعا تصير نشعر بنقصهم بشكل كبير فعشان هيك بنشعر بالآلام أكثر من المعتاد وبصير عندنا أرق أو قلق أو قلة في النوم أو اضطرابات نوم أو كوابيس أو أحلام أو أضغاث أحلام بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء الغير الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون الساعة 8.26 دقيقة من صباح يوم الغد الأحد ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 24 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 1 و54 دقيقة فجرا بصير 27 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19/4 سعيد بنسبة 60% القمر في الحوت حتى يوم 7/4 منتحس بنسبة 60% الان ساعات الصباح منتحس بنسبة 50% ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% ساعات المساء سعيد بنسبة 10% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25/4 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 29/4 منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30/4 منتحس بنسبة 25% ، المشتري في الثور حتى يوم 25/5 منتحس بنسبة 10%. زحل في الحوت حتى يوم 29/6 سعيد بنسبة 15%. وأورانوس في الثور حتى يوم 1/9 سعيد بنسبة 15%. ونبتون في الحوت حتى يوم 2/7 سعيد بنسبة 15%. وبلوتو في الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب ولكن اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج حاولوا انكم تاخذوا قسط كافي من الراحة، تحظوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء، منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة علاقاتكم وصداقاتكم بتكون جيدة وبيسودها التقدير والثقة المتبادل. اليوم من الأيام المميزة اجتماعياً فحاول إنك تستغل علاقاتك. برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعاً هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع المسؤولين اليوم بتحظوا بالشعبية وبتكون أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح باهر ولكن هذا بيت السمعة حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر صبراً ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن رغم أنه عندكم نشاط بالتنقلات والاتصالات والحوارات وبتشعروا بقوة العاطفة وعندكم أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة أو تواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد برج الأسد بالنسبه لمواليد برج الاسد طبعا بتنشغلوا في اعاده تنظيم اموركم الماليه المشتركه من جهه ثم فرصه لمكسب مالي بيجي من شراكه او تعويض ولكن من جهه اخرى ثم نفقات متصاعده بيزيد اهتمامك بالاشياء الغامضه والروحانيات والكتب الخياليه والمواضيع القديمه ولكن حاول قدر الامكان انك تهتم بصحتك وباموالك برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والاجواء مشجعه لكثير من الامور للتواصل او الاتفاق او التقارب مع شركائكم خصوصا شركاء المال او العاطفه او الازواج وبرضو اليوم علاقاتكم الزوجية أو العائلية أو الشركاء أو مع الشركاء بيسودها نوع من أنواع الانسجام والتوافق. برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بيتراكم العمل لديكم اليوم حاولوا إنكم تنجزوا ما تراكم من عمل ممكن تضطروا للعمل وقت إضافي أهم شيء إنه ما تتهربوا من المسؤولية وحاول إنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة، وانتبه بشكل جيد لصحتك، نظم واجبات وجباتك الغذائية، وخذ قسط كافي من الراحة، ممكن تجد سهولة اليوم في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية. برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب، طبعاً اليوم تجتازه بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ عاطفيا، ماليا، نفسيا وبوسعكم اليوم الاهتمام بهواية معينة او بالأبناء فهاي فترة حظ للتقارب والمصالحة تقوى علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة والسرور. برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور تتعلق بالبستنة أو زراعة نبتة ما أو ممكن تصليحات أو مناسبة عائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ولكن لو حدث شيء استفزك اضبط أعصابك برج الجدي بالنسبه لمواليد برج الجدي طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات حاولوا ان تكونوا اكثر صبرا اثناء قياده السياره داخل المدن علاقاتكم اليوميه وتنقلاتكم بتكون ممتعه وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط اليوم عندك قدره على الاقناع وسرعه بديهه حتى اللي بيشتغلوا بمجال التجاره اليوم بيستفيدوا بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكم تكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة تعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح وأغلب هاي الأموال يا بتيجي عن طريق عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يا هدايا برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وأنتم اليوم أكثر نشاط وحيوية من الأيام الماضية وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي على المستوى العاطفي الأجواء إيجابية وأيضا على مستوى اهتمامك بنفسك وبهندامك وبمظهرك عالي جدا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أترككم في رعاية الله وحفظه ..إلى اللقاء